السلام عليكم، أنا محمد غنايم. قبل 55 عاما من الآن توقع الناس كيف ستكون الحياة في عصرنا الحالي، وأغلب توقعاتهم كانت صحيحة. مثلا But I think there is going to be all this automation. People are going to be out of work and a great population. توقع هذا الطفل أن الروبوتات ستحل مكان البشر في العمل، وبالفعل نستطيع القول أنها تمت، صحيح. فمنطقيا أي توقعات سنتوقعها الآن حول المستقبل أغلبها ستحدث، فالله أعلم. فسؤالي لك الآن، هل أنت مستعد لننطلق 31 سنة في المستقبل إلى عام 2050؟ مستعد؟ تمام. 3 2 1. نحن الآن في عام 2050 مكانيا في دولة المغرب. هل ترى ناطحة السحاب تلك؟ أنت تسكن هناك، ما شاء الله الحجاب أيضا حاضر في الشوارع. طبعا قبل أن نكمل أحبتي في الله، لابد أن نتفق على أمرين. الأمر الأول أننا هنا لا نتوقع الغيب، فالغيب لا يعلمه سوى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في سورة لقمان. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فنحن هنا لا نتوقع الغيب، بل هذا يندرج تحت مفهوم الفراسة. كان تتوقع مثلا أن الجو سيكون ماطرا غدا مثلا بناء على خبرتك، أو تتوقع بناء على علم حقيقي كعلم الإحصاء مثلا أن شيء ما سيحدث ما في المستقبل، فهذا ليس تقولا للغيب. الأمر الثاني الذي أريد أن نتفق عليه أن هذه التوقعات تبقى توقعات، قد تكون صحيحة أو خاطئة، فلا تجزع لما ستسمع ربما، تمام؟ والفكرة من هذا الموضوع بسيطة جدا، أنك بعد هذا المقطع ستشعر بقيمة حاضرك وستحسن الإعداد لمستقبلك بإذن الله. ولكن أجبني، لو كان لدي خبران لك أحدهما سيء والآخر جيد، بأي خبر تحب أن أبدأ؟ طرحت هذا السؤال على صفحتنا المتواضعة على الفيسبوك، وأجاب أغلبكم أن أبدأ بالخبر السيء، وكذلك سأفعل. ولكن لنعود للمستقبل. أنت الآن تعيش وسط انفجار سكاني، سيكون هناك 10 مليار نسمة على وجه الأرض، تخيل، والله أعلم. ستشعر أن الحياة مزدحمة، ستحاول الهروب إلى أقصى الأرض باحثا عن مساحة تشعر فيها بالوحدة، ولكنك لن تجد. وبين شعورك بالازدحام أصابك العطش الشديد، فسألت أحد المرة بسرعة، أريد أن أشرب، من أين يمكنني شراء قارورة ماء؟ فنظر لك ذلك الشخص وأعطاك نظرة أشعرك بها أنك مجنون. فكررت السؤال على أكثر من شخص وكلهم يتجاهلون سؤالك، وكأنك تسألهم عن شيء غريب، لتقع عينك بعدها على إحدى الشاشات الكبيرة وسط المدينة، لتلاحظ اختفاء المحيطات والبحار من الأرض نفسها. نعم، أدركت أن الماء أصبح أغلى سائل على وجه الأرض، ولكنك مع ذلك ما زلت عطش. فقررت الصعود للفضاء بحثا عن الماء والهدوء، ولكنك حينها وبعد جلسة هدوء لمدة 10 دقائق شعرت بالجوع أيضا. فقررت الذهاب للسوق التجاري الفضائي القريب منك لتجد أن سعر اللحوم أرخص من سعر الماء، فقررت أن تأكل دون أن تشرب. لنعيدك إلى الحاضر، تعرفون عدد سكان الأرض حاليا 7 مليار نسمة، يتوقع أن يصل هذا العدد إلى 10 مليار نسمة في عام 2050، وهذا جاء في كتاب 2050 للكاتب لورانس سميث. قد تقول يا محمد أين المشكلة في ذلك؟ يعني ما المشكلة في زيادة عدد الناس على الأرض؟ فالأرض مساحتها كبيرة جدا، 510 مليون كيلومتر مربع، يعني حتى لو وصل عدد سكان العالم إلى 10 مليار نسمة وبحسبة بسيطة، سيكون لكل شخص فينا لوحده نصف كيلومتر مربع، وهذه مساحة مقبولة إحصائيا. فأين المشكلة في هذا الانفجار لو صدقت توقعاتهم؟ أنا أيضا فكرت مثلك لوهلة، ولكن هذا سيؤدي إلى انخفاض نسبة المياه الصالحة للشرب كسبب رئيسي، وبالتالي سيصبح الماء أغلى سائل على الأرض، تخيل، كما جاء في موقع ويكيليكس. جاء فيه أنه في عام 2050 ستختفي المياه عن الأرض، تختفي لهذه الدرجة. قد تسأل الآن وتقول يا محمد، ثلثي الأرض ماء، أيعقل أن يشرب الناس كل هذا الكم من الماء؟ هل أصبحنا يأجوج ومأجوج مثلا؟ لا طبعا، الفكرة ليست أن المياه ستختفي بسبب شرب الناس لها، بل ستختفي لأن الناس سيزيد استهلاكهم على أكل اللحوم. لذلك وجدت أن سعر اللحوم في المستقبل أكثر من سعر الماء. قد تقول لهم ما دخل اللحوم يا محمد؟ استهلاك اللحوم سنويا يؤدي إلى إنتاج 11 طن من ثاني أكسيد الكربون، تخيل. هذه الكمية ستؤدي إلى اضطراب في المناخ، وبالتالي تبخر المياه من الأرض دون عودة، كما جاء في تقرير لمنظمة حماية البيئة WWF. ما رأيكم أن نكمل التخيلات أو التوقعات الخاصة بنا؟ يعني مستمتع صراحة بالتخيل. فدعني أعيدك إلى المستقبل. أنت الآن في عام 2050، تجلس في إحدى المدن الفضائية وتستمتع بالمنظر من هناك، ولكنك مللت من منظر الأرض من فوق وترغب بالنزول إلى الأرض، فكمية الأكسجين هنا تزعجك ربما. وفجأة تأتيك رسالة أنه تم الموافقة على إعطائك تأشيرة لدخول دولة سنغافورة، فرحت جدا وفورا ركبت أول سفينة فضائية وذهبت هناك. تقول التوقعات أن دولة سنغافورة ستكون أغنى دولة في العالم ماديا وبيئيا، وهذا جاء ضمن تقرير الثروة، وبوادر هذا الأمر واضحة، ففيها أفضل مطار في العالم، أفضل الحدائق، أفضل تطور معماري في العالم أو العصر الحالي. لذلك إذا كنت صاحب نظرة مستقبلية، اذهب الآن وعش هناك، اذهب.
أنت هناك سعيد وتشعر بالرضا، قد قبلت لدخول هذه الدولة التي يتمنى الكثير دخولها، ولكن هناك مشكلة تزعجك. لا أحد يفهمك، لا أحد يفهم اللغة العربية التي تتكلمها، وعندما حاولت أن تتكلم معهم باللغة الإنجليزية أيضا لم يفهم عليك أحد. وجدت أن كل الناس يتكلمون هناك بلغة جديدة لم تسمع بها من قبل، فبدأت بتعلم تلك اللغة بل وإتقانها. وعندما سألت نفسك لماذا لا يوجد أحد يتكلم العربية، وجدت نفسك أيضا مجيبا، لأنه لا معلم ولا متحدث لها، فأنت تعلمت ولم تعلم. ستختفي لغات العالم، هذا هو التوقع التالي. طبعا هم لا يقصدون أن اللغة العربية ربما ستختفي، نحن نتكلم عن 295 مليون شخص يتحدثون اللغة العربية في العالم، يعني لن يختفوا فجأة بإذن الله، مع أن بوادر اختفائها واضحة، وهذا من أحد أسباب تكلمي بالفصحى في القناة. ولكن تعلمون أن هناك أكثر من 7000 لغة في العالم، بعض اللغات متحدثيها أقل من 100 شخص. هذه اللغات التي متحدثيها أقل حسب توقعاتهم ستختفي، لذلك من الآن يجري حصر معلومات ودعم لمتحدثي تلك اللغات للحول دون زوالها من قبل منظمة اليونسكو. فإذا أحياك الله للمستقبل، احرص على تعلم لغتهم، والأهم علمهم لغتك. استيقظت من نومك هناك فجأة على خبر أن كل مواطن في سنغافورة يجب أن يزرع في يده شريحة مساعدة تساعده في حياته اليومية وتساعد في الحفاظ على حياته وصحته، فرفضت أنت ذلك، شعرت أن خصوصيتك ستزول لو بقيت في سنغافورة، فقررت الهرب من هناك. وبالفعل ركبت إحدى مركبات الهجرة الغير شرعية وهربت خارج سنغافورة، ولحظة الخروج من حدود تلك الدولة ألقت روبوتات الشرطة القبض عليك وزرعت تلك الشريحة بك مجبرا، لتعلم بعدها أن هذا الأمر قد طبق على كل الناس في كل الأرض، أصبحت سلعة رقمية. والأمر لا يمكنك الآن العودة لداخل سنغافورة، فقد خرجت بطريقة غير شرعية والشريحة في يدك تؤكد ذلك. ستختفي الخصوصية، هذا هو التوقع التالي. أعتقد أننا الآن منتهكي الخصوصية دون أن نعلم. هل سمعتم بالكوكيز؟ هي عبارة عن معلومات تخزنها المواقع عنك عند دخولك لها، من أين جئت، كم المدة التي بقيت فيها داخل الموقع إلى آخره. هذه المعلومات تساعد المسوقين على استهدافك تسويقيا. يعني هل سبق أن ذكرت كلمة أو بحثت عنها ثم وجدت أن كل الإعلانات التي تصادفك تدور حول ما بحثت عنه؟ هذا بسبب الكوكيز، وهو واحد من فيض منتهكات الخصوصية في وقتنا الحالي. في المستقبل ستضطر للتخلي عن خصوصيتك، فالتطور التكنولوجي سيجعل الأمر شفاف جدا بين الناس. بعض التقارير تتحدث عن اختراق الدماغ نفسه، وهذا الآن يجري فعليا في وقتنا الحالي، كما يسعى العالم ورجل الأعمال إيلون ماسك. تمام، لنعود للمستقبل. أنت الآن في عام 2050، وبين الازدحام الحاصل لاحظت أن أغلب البشر كبار في السن، فاستغربت وسألت أحدهم عن السبب، فقيل لك أن الشباب كلها تذهب للعمل في المريخ. المريخ؟ لما لا أذهب أنا أيضا؟ يتوقع أن يكون هناك سفر للمريخ، ويتوقع أن يكون عدد المسنين في عام 2050 أكثر من 2 مليار نسمة بسبب التطور الصحي الحاصل، وذلك حسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة. تمام، لنعود للمستقبل لمرة أخيرة. لا أستطيع أن أرى شيء، ماذا يجري؟ لماذا كل شيء أبيض؟ أنت المفروض في كوكب الأرض، ماذا يحدث؟ أيعقل أننا انتقلنا لعام مختلف؟ دعني أتأكد. لا، إنه بالفعل 52، ولكن لماذا الأرض مدمرة هكذا؟ لماذا البشر اختفوا؟ يتوقع أن تختفي البشرية في عام 2050 مع أسف شديد، كما جاء في دراسة لخبراء في إسبانيا، وذلك بسبب الحروب النووية، التلوث الكيماوي، الانحباس الحراري. برأيي الشخصي يكفي تخيل إلى الآن. الفكرة التي أريد أن أصل لها أحبتي في الله من خلال هذا المقطع، أنك ربما في لحظة ما شعرت أنك متحمس لترى المستقبل، وفي لحظة ما شعرت أنك تحب الواقع الحالي أكثر. الفكرة أن هذه الأرض مهما حدث بها من تطور إيجابي أو سلبي ستبقى ثانية، حتى لو كان من إحدى التوقعات أن البشرية ستختفي أو ستعمر في الأرض ستبقى ثانية. عمر الأرض يا صديقي 4.5 مليون سنة، أنت تعيش على كوكب عجوز، ستعيش من 60 إلى 65 سنة حسب متوسط عمر الإنسان كما جاء في منظمة الصحة العالمية. ستعيش 65 سنة ضمن 4.5 مليون سنة، أنت نقطة في بحر عمر الأرض. ماذا رأيت من الأرض؟ ماذا رأيت من التطور الذي تم أو سيتم؟ ماذا رأيت من الحضارات التي مرت أو ستمر؟ لن ترى شيء، وإن رأيت لن ترى كل شيء. لذلك لا يهم في أي عصر ستعيش، لا يهم أي تطور ستشهد، الذي يهم هو أن تعلم أن هذه الأرض مهما حدث بها من تطور ستبقى ثانية. لذلك إذا أردنا أن نتوقع بشكل أكثر حكمة، يجب أن نتوقع الآخرة، المستقبل الأزلي. هل في ذلك المستقبل سأكون من أهل اليمين أم من أهل الشمال؟ سأكون من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هذا التوقع الذي يجب أن تتوقعه لنفسك بعملك له، وهو الذي يلخص الحلقة كاملة، لكنني أحببت أن أعطيك إياها بنظرة مختلفة. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، ودمتم في أمان الله.